السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى يا رب أن تكونوا بخير بالصحة والعافية، وأسأل الله أن يرزقنا جميعا من أهل الجنة، آمين يا رب العالمين. في البداية الدكتور عمر عبد الكافي يضرب لنا مثال لكل من يحزن على الماضي، يقول له لن يرجع أي شيء الذي حزنت عليه. أنا حزين على الماضي، أقول له يا ولدي يا ابنتي الحزن على الماضي لن يرجع الشيء الذي حزنت عليه. فالذي يبكي على ولده الذي مات، او تبكي على زوجها الذي توفي، او يعني ابوها الذي قضى نحبه، لن يرجع الحزن والبكاء والعويل لهؤلاء الذين افتقدناهم. ولو انني عشت سنوات اسير في طريق ما، او انني كنت امن الى اناس ما، ثم بعد ذلك تبين لي أنهم ليسوا على نفس الدرجة وليسوا بالأمانة المتوقعة، فلن يرجع الأسف أو الحزن أمانة هؤلاء، أو الأمانة إلى هؤلاء، أو الصدق إلى هؤلاء الخونة. ولكن يتعظ الإنسان والمؤمن كيز فطن، من الواجب لا يلدغ من جحر مرتين. هنا يأتينا الدكتور عمر عبد الكافي، الخوف من أي شيء مفترض. أما الكارثة الكبرى أن أخاف من شيء مفترض، يعني شيء غير يقيني، شيء غير متوقع، وإنما رسمته أنا بعقلي وخططت له تخطيطا معينا وأصبحت خائفا منه، طالت المدة أم قصرت، ثم أكتشف أن هذا الأمر لم يكن موجودا. في قصة حدثت في أمريكا سنة 1964 من القرن الماضي، أن رجلا ثريا كان تجاور أسرة يعني فقيرة إلى حد ما، وسول الشيطان لإخوات ثلاثة من جيرانه أن يسرقوا هذا البيت لهذا الثري. فلما دخلوا عليه بالليل وتنبه أطلق عليهم النار فأرداهم، يعني فقضوا نحبهم، قتلهم. وإذا بمحامي القتلة يقول إن هؤلاء جيرانه، وللأسف الشديد هو استدرجهم إلى بيته بحكم الضيافة والجيرة، ثم قام بقتلهم. فلما شعر الرجل أن القضاء والمحكمة سوف تحكم عليه بأقصى العقوبة، فماذا صنع؟ اتفق مع زوجته أن يختبئ في قبو البيت، في مكان لا يعرفه أبناؤه ولا بناته، سبحان الله. وكانت الزوجة تنزل له كل يوم طعام ليأكل منه. وبقدر الله بعد مدة ماتت الزوجة ولا يعرف مكانه أحد، وتعاقب على البيت ثلاث أسر. فكان يخرج يوم العطلة أو في الوقت الذي يشعر أنهم خرجوا من الدار، ويطلع إلى المطبخ ويأتي لنفسه بالطعام أو بالشراب، إلى أن جاء في مرة وأصابته نوبة سعال قوية، لأن عنده ربو من نتيجة الاختباء في هذا القبو. فشعر الرجل الساكن في البيت فنزل فوجده فأخرجه، وعلم أن هذا الإنسان له 37 سنة يقطن هذا المكان. ويكتشف أن القاضي في الشهر الثاني من قتله للثلاثة من الجيران قد برأه، لأن أمهم ذهبت للقاضي وقالت إن أبنائي كانوا ينون السرقة. هذا إنسان لو كان مؤمنا، لو كان صادق الإيمان، لما ركب أحداث مستقبله وحبس نفسه وضيع حياته على شيء لم يحدث وإنما افترضه في خياله. فنحن من الواجب ألا نفترض في خيالاتنا أمورا، نرتب عليها أمورا يقينية، فلا تحكم يعني بشيء من التشاؤم على شيء قد لا يأتي هذا التشاؤم وقد لا يأتي هذا الفعل. فأنا أدعو الجميع ألا تحزن على ما فات، ولا تخف من الآتي حتى تصير في قطعة من الجنة التي يقول فيها قصة المقطع: لا تحزن على ما فات ولا تحزن على ما هو آتي، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة، آمين يا رب العالمين. وفي الأخير لا تنسى الاشتراك في قناتنا ليصلك كل جديد، وضع لايك وشارك هذا المقطع مع الأصدقاء والأحباب لتعم الفائدة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم.